سميتو الكونتاكت. مهدي شكرك مهدي، كل شيء بخير. السلام عليكم خويا مومو، بخير. وعليكم السلام حبيبي، فما لا العائله كل شيء بخير اخويا. بزعيت هشام صاحبك. ايه مرحبا اخويا. 12 عام وصاحبك وعامين باش ما هضرتوش مع بعضياتكم ياك. ياك لاباس شنو وقع؟ اش نقول لك، هذا السيد هذا كان صاحبي قديم ومتصرف فيا الخير صراحه. وظروف خدمه ولا هو تحوس خدا واحد الدار الله يسهل عليه ولا بعيد، وتفرقنا شويه وبقينا كنعيطوا بزاف. وجا واحد العيد ديال رمضان صراحه ما صونيتش عليه وما سولتش فيه وتقلق عليا صافي. وقعت الامور تطورت ولات تقريبا دابا شي عامين بحال هكا ما دويناش. وعزيز عليا بزاف وبغي نصلح مع الجماعه. هو قال لك، هو قال لك بقى في الحال حيت ما عيطتيش ليه في العيد. هو ما قال لي ما والو، ولكن انا عرفتو شي تقلق هو، حيت هو وصراحه انا درت غلط وبغيت نصلح مع الجماعه. وعلاش هو ما عيطش لك؟ واش نقول لك، هو دابا قرا بحال هكا حيت انا ما نعيط ليه. وهذه هو بحال زعما حيت ما قلتش عليك، هو كان صرف لي واحد الخير، علمني الحرفه ودخلنا الدومين ديال الكاميرات والرماك، وهذه بحال زعما علمني وانا بحال تنقولوا قلت وجهي وهذه، ولكن هادشي ما كاينش غير الظروف ديال العمل. واخا خويا واخا نعيطو لهشام، يكون خير ان شاء الله، يكون خير. الله يحفظك خويا مومو. توحشتي انت دابا ياك، توحشتي عامين، توحشتي بزاف والله بزاف اخويا. هذا اخويا الواحد خصو يقطع الصله، خصو يقطع العلاقه. انا ديما يسقسي ويسول اخويا، ديما يسقسي ويسول. واحد مره الا تفكر شي واحد عيط ليه سول فيه، سقسي فيه ما فيها باس. عيطوا لهشام سقسيو فيه وسولوا فيه ونتمنى الله يقبل يهضر معاك. الو هشام السلام عليكم، شخبارك سيدي؟ بخير السلام عليكم. الحمد لله الحمد لله. معاك مومو، عرفتيني مومو؟ مرحبا، كلشي بخير. الله يحفظك. الله يحفظك الغزال. راك معنا في الكونتاكت، كاين واحد السيد اللي عيطنا ولا عطانا نمره التليفون ديالك بهضر معاك قدام الجميع، قدام الملايين المستمعين المستمعات. واش ندوزو لك ولا ما تعرف شكون؟ ولا نقول لك شكون؟ لا قول لي شكون اخويا. نعرف مهدي. مهدي؟ عقلتي على مهدي؟ عرفتو والو كاع؟ لا 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 خير مومو، ما كاين حتى مشكل اخويا هشام، الله يعاونك حبيبي. يلاه شكرا بارك الله فيك. ويسال الامور اخويا. واو 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 مهدي. مهدي واش درتي شي حاجه اخرى ولا هادشي؟ لا 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 ما كاين والو، هادشي اللي كاين والله. انا راه كنت متوقع غادي يجاوبنا، غادي يقول لك واخا ما كاين حتى مشكل نهضر معاك. قال لك لا، هذا هو المشكل دابا اللي عنده، هو صعيب باش انك تهضر معاه. واخا انا هادشي اللي كاين انا ما سولتش فيه صراحه، هادشي اللي كاين صافي. في واحد العيد ديال رمضان ما صوريتش عليه ما والو، كنت مبرد شويه صافي، تقلق من تما. هادشي اللي كاين صافي. ديك النهار كنت عيط ليه ما كيجاوبكش ياك؟ لا عيط له صراحه، عيط له من ورا داكشي ما بغاش يجاوب، ما بغاش يجاوبك. واخا ما بقاش بغيت. هادشي اللي كاين اخويا. أيوة زعما هادشي لم يكن متوقعا ابدا. وداكشي اللي بغيت تقول يا اخويا قول لي مباشره يسمعك هشام. مهدي واش نقول لي؟ واخا ما بغاش يهضر معايا داكشي راه اخويا عزيز عليا، وانا ما صرفتش حاجه خايبه وانت عارف، وتاخيرك سابق عليا وتنشكرك بزاف. وخويا مومو انت شكرا بزاف. مرحبا خويا مهدي، شكرا لك انت. مرحبا خويا، الله يطول عمرك، الله يدير الشهود خير حبيبي. الله يدوم المحبه. دير معنا الكونتاكت، نعيطوا معاكم على اللي بغيتوا. ممكن 05 30 330 330، 05 30 330 330. راديو هذا الكونتاكت، نعيطوا معاكم على اللي بغيتوا. ممكن معلوم بطري كرون بليزير. مرحبا. السلام عليكم. وعليكم السلام الياس، كلشي بخير اخويا؟ الحمد لله. كيف اخويا مومو؟ بخير الحمد لله. انت في امان الله، مالك مع مراتك؟ بخير. يلاه انت اكسبريس، انت كونتاكت اكسبريس، خاص الامور تصح. هذاك الشيء اللي كاين. عام ونص حنا مزوجين. اييه. ودابا 7 شهور وحنا تفارقنا. عام ونص مزوجين، 7 شهور انتم مخاصمين. تفارقتوا كاع؟ تفارقنا، هي دابا في دارهم وانا بوحديتي. واو، اخرجتوا انتم كاع؟ هي وصلت، خرجت من الدار. خرجت من الدار. شوف اين مرحله دابا؟ كان باغا هي الطلاق. اييه باغا تطلق، وحنا بغينا نصلح، بغيت نصلح الوضعيه وصافي. واخا شنو المشكل اللي وقع؟ لو الدار بغيت نتحول انا من الدار، هي ما بغاتش تحول. صافي صافي. علاش؟ سهله. ايوا بغات تبدل الدار. والدار دارك انت؟ الدار داري. شريها؟ تحول من الدار الاخرى. لا الاولاني ديال خسي. اييه. وباغي نتحول لدار اخرى. قالت لك حقا لا ما تطلعش في كاتريام. اييه. حيت الدار الثانيه كاينه في كاتريام، الدار الاولى كاينه في السفلي. ما فيهاش لاسانسور؟ ما فيهاش لاسانسور. لا. واخا. في نفس العماره؟ لا ماشي نفس العماره. بلاصه اخرى، في حي واحد اخر. بلاصه اخرى، حي واحد اخر. واخا هادشي علاش وقع المشكل؟ هادشي علاش وقع المشكل؟ دابا هادي الدار كنت ساكن فيها دار الاخت ديالك، و
والدار غتمشيو ليها كتبها تمشي لها انت دارك انت يا. واخا دابا اخويا شوف كاين اللي عنده كاين اللي عنده واحد المشكل انه يسكن في 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 كاتريام لانه كيضرب واحد الحساب دائما كيقول لك زعما راه الهبوط وطلوع تبغي تولي تبغي غير تمشي تجيب شي حاجه من الزنقه ما تقدرش طلع شي حاجه صعيبه خصوصا ما كاينش لاسونسور صعيبه ولكن الامور دي واحد كيتفاهم عليها انت تقدر تشريها قبل ما تزوج بها قبل ما نتزوج بها كانت اصلاحات كانت اصلاحات يلا شريتها من اصلاحات واخا ولا يمكنك وما كاين حتى شي اوبسيون انت هي اللي عندك باش تلقاو شي حل وسط تسكنوا دابا انتم كنتو ساكنين في الريد شوسي ودابا غدوزو كاتريام تسكنوا في الدوزيام مزيانه لا ما كاينش شي حل واخا دابا اخر هضره دارت بينك وبينها شنو هي صافي على هذا الشيء اجي الحوايج قالت لي صافي باقا مطلق صافي حوايجها واخا مشات عمري ما سمعت القضيه واخا هادشي كيوقع هادشي كيوقع دابا تعيط لها تقول لها دابا ايدياس لا بغات لا بغات تجي ترجع لدارها انت دابا فين ساكن انت في ريد شوسي ولا في كاتريام كاتريام انت باقي مشيتي كاتريام انت نعيطو خير نعيطو للهند يكون خير نعيطو للهند الياس يكون خير هند السلام عليكم شنو اخبارك لاباس بخير فهم الله الحمد لله كتسمعني مزيان معاك مو عرفتيني عادي كلشي بخير الحمد لله الله يحفظك لا راك معنا في الكونتاكت كاين واحد السيد اللي معيطنا ولا عطانا التليفون ديالك بهضره مع قدام الجميع قدام الملايين المستمعين والمستمعات واش ندوزو بلا ما تعرفي شكون ولا نقول لك شكون لا دوزو لي دوزو مرحبا دوزو لي مرحبا هضر معاها الو السلام عليكم وعليكم السلام معك الياس وي كنسمعك معك الياس ورا سمعتك هضر معاها كنسمعك دابا هو هيد كان متوقع يقول لك معك الياس تقول لي اوه الياس او لا لا راجلي هادي سبع شهور لا 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 فهمتي سا ولكن دابا واحد لي سبع شهور وهو مخليك عاد غادي يتفكرك دابا واش سبع شهور ما هضرش معاك كاع تقريبا باش واحد غادي يتفكرك نهار وكيغبر شهرين راه سما غشبار ما كيتسماش الجواز هذا دونك يعني بحال نسيتيه الو هادشي قلت لك ما فقتش اليوم تفكرتي قلتي واحد السيده سميتها هيد ما عرفتش هي راه سما غشبار واحد مرتي كانت عندي مراه ما عرفتش هي فوالا يعني يلا فاق من نعس من دابا لسبع شهور من احسن يبقى نعس الياس هضر معاها قول لي اش بتقول لها ما نطلب من السماحه ولا بغيت تحاولوا من الدار شنو كيقول ما فهمتوش شنو بغا يقول قال لك الا بغيتي تحولي من الدار ولكن الجمله ما كملهاش واش غتحولوا واش ما غاديش تحولوا تحولوا من الدار كيفاش نتحولوا من الدار كاتريام سبع شهور انت ما فهمت انا يلا تفكرتيني ولا ما فهمتش هادشي ديالك مع الوقت وكنت انا مسافر برا يلا جي على سلامتك اخويا الله يسلمك حنين باقا بعدا عندك النمره ديالي هو عطا علينا هو الحمد لله بعدا ملي باقا عنده النمره ديالي الحمد لله باقا عاقل عليها في وجهها كي دايره باقا عاقل عليها الحمد لله الحمد لله باقا عاقل عليها فين ساكنه لا باقا عاقل عليها فين ساكنه ايوا اش غديرها حبيبي غادي تمشي عندها هند واش تقبلي تلاقي معاها انت انا حاليا في الدمه ما كنساليش لا ماشي دابا لازم زعما هاد الايام هادي واش قبلت تلاقي معاه ما نكذبش عليك كنفكر وكنقول غنعل الشيطان ولكن ما كاينعل الشيطان واخا انا في نظري اعطيه فرصه واحده غير جلسي معاه غير جلسوا مع بعضياتكم وهضروا جلست معاه طامال دو فوا مي كان نفس النقطه كنعاودوا نرجعوا ليها فهمتي دابا شنو باغيين ديروا انا خويا باغي نرجع معاها دابا سرقس معاها وهضر معاها عاد شوف واش غترجع معاها جلسوا جلسه ديال المعقول وقدوا الامور ووضحوا الامور الا كنتو باغين تكملوا بعضياتكم بجوجكم داك الشيء سولتك هند وي شنو موعدنا امتى غدا اليوم في العشيه امتى ان شاء الله اللي بغيتي اخويا موما لا اللي بغيتي انت اخويا انا مالي انت غدا صافي ان شاء الله اخويا موما صافي غدا عيط لهند سير عندها سير عندها قسمها ولكن ما يدار ديرو ما كاين فين دار ما صافي ما كاين مشكل صافي هانيته سيد ربي ينفرق عليه باش ترتاح واخا صافي واخا اخويا ماما الله يسهل الامور علينا باش ما كان شكرا اخويا ماما مرحبا الياس شكرا الياس مرحبا اخويا مرحبا لالا شكرا ديروا معنا الكونتاكت عيطوا معكم اللي بغيتوا هضروا موسيقى ديال الصلح هذا سميتو الكونتاكت
كنت تعرف اخبارك كي دايره لاباس عليك بخير السلام عليكم عليكم السلام اخبارك كي دايره لاباس عليك لاباس الحمد لله الله يبارك فيك ما تخلعيش ما تخافيش يا ليك واش توز بخير عارف التعيطه هذه صعيبه دايره بحال لا تي داخله لشي محل ما كتعرفي فيه حتى شي السلام عليكم السلام السلام عليكم السلام عليكم اش كتبيعوا انتم هنا السلام عليكم اش كديروا هنا شتو محليتو حليتو هذه واحد الشهر ما عرفتش واش كتبيعوا واش كتبيعوا هاتي اش كتبيعوا عرفت شويه عليك الكوثر ركزي مزيان بغيت عيطي لك فرحانه بزاف عرفتي قلبي غير يسكت دابا على قلبك ما يسكتش ان شاء الله يكون كلشي يدوز بخير بغيت عيطي لماماك توريه مامو ياك انت هي ساكنه في الزازات هي ساكنه مراكش علاش بغيت عيطي لها ياك لاباس ممكن تخاصمت معها كيفاش اخر خطره كانت جات عندنا الوالزازات وكنت طلبتها باش اختي تجي تجلس معايا باش تقرا اييه وما بغات صافي ملي طلع ليها الدم خرجت كتغوت ملي هضرت معها صافي طلع ليها الدم ما دغيا كيطلع ليها الدم انتيا طلبتيها باش اختك تجي تكون معاك في فرزازات باش تقرا علاه ما كتقرا ما كتقراش مراكش لا ما كتقراش حيت ماما الاغلبيه كتبدا ترحل بزاف مره في مراكش بالضبط مره خارج مراكش نام صلحت ولا اي تورير وشحال عندها شحال اختك شحال من عام دابا طالعه قول في 12 عام بنتي انا كتقرا في الثاني المهم تقدا ديالها كيقرا بجوجهم في الثاني والبنت كبيره كتبان كبيره تبارك الله وصلاه على النبي اييه وقرات دابا ولا اش دارت؟ ما عرفتش ما نكذب عليك كنصوني عليها بغيت غير نهضر معاها نسول فيها كنصيفط لها اوديوات نصيفط لها تصاور بناتي ما كتجاوبنيش كتطلع ليا فيو كتخليني هذه 4 سنين هذه؟ اربع سنين واخا 4 سنين باش العلاقات قطعت مع ماماك الكوثر والو واخا نعيطوا لها دابا ما عمركم مشيتي عندها انتيا؟ لا ما مشيت شحال معاها عندي البنت صغيرة عندي بنتي الكبيرة مريضة ليا فيها الثقة ما يمكنش ليا نبدا كنتنقل بزاف حيت دغيا كتخنق ليا دابا انت في فرزازات وهي هي في مراكش ولا في اي تورير ولا في تمنصورت ياك تمصلوحت ياك اي تورير قريبة لفرزازات قريبة غير الكيران الكيران غاديين جايين كل نهار زعما انت تقدري تعرفيها فين كاينة وتمشي تشوفيها 4 سنين ما يمكنش هكا وصافي يمكن لي ولكن كنخاف بزاف زعما ندق عليها وتجري عليا داكشي دابا دابا صافي دابا بقيت تقولي دابا البنت ما تقولش دابا البنت فيها الضيقه انت خفتي بشي عندها صدقت تغوت عليك وجري عليك ياك هادشي اللي كاين هادشي ماشي البنت وانت كت واخ كوني صريحه نعيطوا لماما كي يكون خير على الله لا عيد لا عيد كبير لا عيد صغير لا رمضان لا عواش لا راس العام لا والو ما كاينش والو والو حيت هي مفرقه مع بابا خلاص ما بابا كاين هنا يعيش معايا في فرزته وهي عايشه في مراكش واخا وهي كتقول لك كي جيت لوالزازات تتخاف من بابا بزاف الله يصوب الامور الله يصوب الامور شكرا اخويا نعيطوا لها نتمنى الله تقبل تهضر معاك كوثر الله السلام عليكم السلام لا تسوي اش اخبارك لاباس عليك بخير صحه لاباس بخير سيدي معايا مو يقدر بالله اييه معك مسودي من البرنامج الله يحفظك يا الله كلشي بخير الله يطول لي عمرك سيدي يا مومو الله يحفظك يا الله راك معنا في الكونتاكت بعثت لك في الكونتاكت تاع سوريا ياك سيدي الله يطول لي عمرك معك شكون هذا المشارك ولا هذه المشاركه راه كتعرفيها هي اللي عطات نمره التليفون ديالك باش نعيطوا عليك حسنا ولا حسنيه كوثر كوثر 4 سنين بزاف سوريا 4 سنين لا سلام لا كلام ويا لي امو اسمح لي واخا ما بغيتش لا شوف 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 سوريا 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 هذا الكونتاكت كاين واحد كاين شرط واحد اللي كاين دابا انتيا اللي تقرري واش تهضري معاها ولا ما تهضريش معاها ما دوزهاش لك انا اللي ما قلتيش انت دوزها ليا ما دوزهاش لك دوزها سي مامو ماشي مشكل الله يحفظك لا الله يحفظك هضري معاها كوثر يا سي مامو هذا ماما هذا كوثر كي دايره لاباس بنيت سمحتي ليا بزاف انا كنطلب منك المسامحه قدام الملايين تاع الناس تذكر الصيني تذكر الصيني بنيتها كوثر تذكر الصيني تجري عليا تندير معك جميع المحاولات ومكرفة على قبلكم وفي الاخر ثلاث بال ما تنسمع منكم حتى كلمة زينة صافي هادشي هو اللي لا اله الا الله دابا سمحي لي لا اله الا الله انا مريضة نيت انا فاتحة انا مريضة الله اللي مسرع بيا الشومة انا مرتكم باش تنفعوني دابا ماشي باش تخليوني من وراكم راه الشومة راه الشومة اللي تديروا ليا كرفتي على قبلكم بعد على قبلكم ولا حتى بعد على قبلكم كلشي بعدو
كلشي بدا باني في ديال الكرا ومن الاخر لازم نتلقى التليات فين انت وضعت في المحشومة عليكم عيب سي ماما سمحي ليا بزاف انا ندير المستحيل على قبلك الله يسمح عليا وعليك بنيتي هادشي اللي نقول هادشي اللي نقول الله يسمح عليا وعليك على وجه المشاهدين وعلى وجه مومو الله يسامحها ليا وعليك الله يحفظك لا ولكن بلاتي انا خصني نقول واحد الكلمة خصني نقولها كلام حق نقوله كوثر كوثر دابا انت كتقولي لماما كتقوليها انا مستحيل نديرو على قبلك واش انت ما شتيتي تطرق من جلسات الايتوري باش تشوفيها ممكن لا تصبي طار مومو في الناس وما تنسوش فيا الموحشيني لو مالي اللي داروني الموحشيني اللي دركتي راسك كتغفل هذا ماشي معقول هادشي الموحشيني اللي الصينيه عين نسيت ندير ليا مومو الصينيه باش نخلص الكرايه هي الناس ما يديري ليا الصينيه الله يعاونك اتوري الله يعاونك الله يسهل لك الامور الله يسهل لك الامور كوثر الا كان شي صلح ولا كان شي بغيتي ترجع العلاقه خاص يكون شي تعامل وتصرف المعقول ديال على ان الام ديالك هادي داكشي اللي وقع بيناتكم اللي داز في الماضي المشاكل اللي وقعوا بعضياتكم داكشي خاصكم تقادوه وتهضروا عليه وتكلموا عليه ولكن اربع سنين امك ما تشوفيهاش بعيده عليك بساعتين ديال الكار مومو عافاك واحد الدقيقه الله يجزيك بخير وقلت من الناس المشاهدين بغيت الناس العالم كله يعرفني انا هي الكونتاريتوريه عندي ربعه انت والبنات جوج جات فينا هما حسنه وحسنيه حسنه وحسنيه ما تنسوليش فيا تجوجوا بلا خباري ما تنسوليش فيا مده سنين بزاف الله يصبرك الله يصبرك يا سوريا الله يصبرك يا بنات ملي تيتلاقاو معايا تيقولوا لي جيك من الموادك الله يصبرك الله الله يدير تشوي الخير الله يطول الله يخليك لي ماما راه تنصمت لك اولادي والله يسهل عليك الامور بيت ربي يخلي لك الميمه ويسلم لي انا الله يسلمك الله يسلمك على الله يسلم لي انا الدراري كلها وما يديروش تنحترمهم وتنقدرهم الله يستر لهم كوثر مصالحين انتم دابا الله يسهل الامور على وجهك السي مومو الله يحفظك يا لالا الله يحفظك الله يحفظك على وجه المشاهدين هذا الشيء اللي كاين الله يحفظك يا لالا كوثر ها كوثر نعم خويا سيري شوفي مو سيري شوفيها غنمشي نشوفها الله يعاونكم الله يعاونكم الله يسامح الله يسامح الله يسامح لالا الله يسامح الله يسامح المسامحه الله يسامح الله يسامح يكون الخير ان شاء الله نعيطوا معكم على اللي بغيت تشوف في الكونتاكت 05 30 300 05 30 300 300